الجيش إذا ما رجعتش الأصل ديالها، الأصل اللي كان عرفوا إحنا على الجيش أخويا أيوب، راه ما كانتش كتجيب لاعبين أفارقة ولا لا، وراه الجيش كانت كتعتمد على اتحاد ورقة ويعقوب المنصور والحاميات العسكرية وكذا، وكتجيب علامة ديال الكرة جاوب الطريقة تيمومي منين جا، تهامي منين جا، أيضا واحد العداد ديال اللاعبين يا عباد الله. الجيش اللي الجيش نيت كان ما كانش افارقه ولا اجانب. دابا السؤال انه قبل تقريبا واحد نقولوا شحال من سنه، شي 5 سنين 6 سنين، باش الجيش اختاروا هذا الاختيار انهم يعولوا على اللاعبين الاجانب لاول مره في تاريخ النادي، شكون هذا اللاعب الاجنبي اللي نجح 100%؟ نعم، شكون 10 سنين هذه، شكون هذا اللاعب الاجنبي، شكون هذا اللاعب الاجنبي هذا اللي نجح وخلى تقول ما عمره ما كان جا، حتى اللي بداو كيجيو ما عمرهم ما داروا شي حاجه في الجيش، وما عمرهم ما يديروا الجيش ترجع للاصل ديالها كما كانت. شفنا لاعبين مغريسي، التهامي، هيدام، وحاليم، المريس، حسينة، واحد العداد ديال اللاعبين شفناهم. فين هو حاليم؟ فين هو الاخر راه مدرب دابا؟ بودرا كان اوشلا بخي عزيز مغريسي، الله 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 العادي، الله الله الله، التهامي اللي جاب وزان واحد العشرة، الله، هذه هي الجيش، لا اله الا الله، الله يهديهم. نعم نعم، وعلى العموم نتمنوا ان الله يهديهم علينا. فجابوا واحد لاعب كونغولي جابوه من فيتا كلوب. لا لا لا، واخا يجيبوا شي، واخا بالنسبه للجيش واخا تجيب اي لاعب افريقي ما غيدير حتى حاجه في الجيش. اللاعبين اللي غادي يجي بحال اللي مسمينه تراكتور جرار، منين جابته من تادلا؟ نجم كبير ودوش يكون معكم في ودوش راديو مارس. ها؟ جواد ودوش. اي جواد ودوش، راه سميناها احنا، سميناها تراكتور. نعم، تبارك الله، تبارك الله، وقت مزيان، تبارك الله، تحيه لجواد ودوش. راجل نيت لاعب، خليني لاعب ديال لي فخار، سالينا من هذا الشيء. انا فلوس راه جبته من قوات المساعده ديك الساعه. بالفعل يعني الجيش كتجبد شي نقيلات، كتجبد شي رقيقيه. راه حتى انت كدوي انت على الجيل القديم، حتى الجيل الاخير اللي كان ناجح في لي فار في 2004 راه مثلا القديوي ما كناش كنعرفوا قبل الجيش، اجدو ما كناش كنعرفوا قبل الجيش، بزاف ديال اللعابه جابوهم لي فار وشاروا في لي فار من قبل، كانت عين ثاقبه جابتهم ولا واحد العين ملاحظه اللي جابتهم بدون اللاعبين القدامى اخويا ايوب. هذيك الساعه العكاري وكذا جمع حدا هذوك اللاعبين القدامى ديال الجيش، وهذا هما اللي كينقبوا على اللاعبين وكيجبدوهم من حاميات عسكريه من هذا وكيجيبوا لاعبين في المستوى. راه غير اللاعبين القدامى، علاش دابا الرئيس ما تجمعش حداك هاد اللاعبين القدامى اللي نفريد بحال الوداد، جيب حداك بن عبيشه وجيب حداك حسن نادر وجيب كما دار رئيس الجامعه دابا فاش جمع النجوم، هذا داروهم في الاداره كينقبوا على اللاعبين الزكي وهذا، هاكاك انت رئيس الفريق جيب اللاعبين القدامى ديال الفريق، ينقبوا على اللاعبين يجبدوا، راه واخا تجيب لاعب عنده 14 سنه 16 سنه هذا راه 4 سنين 5 سنين ديال الخدمه غادي يعطي. نعم، ونتمنوا هنا قدام انهم ينجحوا اللاعبين الفريق ديال الجيش الملكي، ولو انت طالع ضد الفكره ديال التعاقد مع اللاعبين الاجانب في ليفار. نذكركم وقع بانغالا ميليو تيران ديال فريق فيتا كلوب، لاعب كونغولي وقع في ليفار، وكاين جوج لعابه كيتيستيو، واحد ايفواري اتاكون، واحد كاميروني ميليو تيران، في انتظار انه واش غيقنعوا طالب ولا البعض من جمهور ليفار ضد فكره انك تجيب اجنبي تيستي، يعني اجنبي خصو يكون لاعب مستوى العالي كاليبر كبير باش انه يجي يلعب في ليفار.